خيل دم دم رونو ثد مرا والوان فروق ديلان يشو عمشي خوا مثل حيا لود بسار من مثل توقد اشتو مريم هولن دين وخانوين فيما ويصلي على انفراد كان التلاميذ معه فسألهم من تقول الجموع إني أنا فأجابوا يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون إن نبيا من القدماء قام فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فجاب بطرس مسيح الله فانتهرهم وأوصى ألا يقول ذلك لأحد قائلا إنه ينبغي إن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل في اليوم الثالث ويقوم قال للجميع إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها شين وشلو ملك الخون تشبحتو توديثو هيدرو قولوسو رمرومو طوبوت لوبوتيل امينويد هيدرو قولزبان وابخل ايدون نشت ويتناسيق Glory to the good Lord who broke his body and gave us to eat and mixed his blood and gave us to drink and made us inherit his heavenly kingdom. To him be glory, honor and worship
and this time of celebration of divine Eucharist, and at all festive times, hours, and seasons, all the days of our life forever. Maryam Rahmana, qdam madbham hasyana, qdam razilin qadishe waloye. Bespemet simin many day kononom yaqra nsale kulan urahme wahnano memorion evae moriam rahmano rahim alay wada ray amet rod bespem hasyano khilom de kono shubu qalbi shuthan حي مريان أمام رحمن وثيت حبوخ لحطوها يساقي ولحطوها كل عمودي لخمها يمنو اتخار وحاسو مريان نفس ثان نفس ثان دابوين ودوحين ودرابونين ودملفونين ودعنيدين هاي منين ذديتو دي لو قديشتو ومشى بحتو نيلان تلعدرونان وافرق لانو قابل صلوثان وتخشفوثان وكلي وعبر منان برحمك كل هين شبط درغزو والحرث طفضوش والكولان شلوم ومشيحو يوما علان ولخشب حولوخ توديثو مسقينان هو شباب خول زبان العلمين آمين أمامك يا للأولى بل محجوب عن الملائكة ورؤساء الملائكة وأمام ابنك الحبيب الذي كشف ذاته للعالم بمحبته وأمام روحك القدوس الذي طهر العالم برحمته وأمام مذبحك المقدس حيث يستعلن لاهوتك وحيث يحل الثالوث المقدس نقدم هذه الذبيحة كي تكون لصفحنا ثامنة ولغفران خطايانا ولمحو زلات كل رعيتك وراحة وذكرا صالحا لكل الأموات المؤمنين وناسق لوخ شبح توديثا وشبح خل أن العلمين أمين مريا أكابل وسيغنا ضرب الصبوفة من الله قابل حسو يتحوبي والشقون وضحتوه باتريهن علمي والعلم علمين أمين إنودين عبدهم حيلو حطو يضلون قديش أبو قديش قديش برو قديش قديش روح حي قديش دم قادس فرمح وسيد عبدي كاث حويس مترحم عن نفشو ثان نفشو ثو كدي لان دابو اينو داحن ودرابوني ودملفوني ودعاني ذي ودكنون عني ذي ميمني يلد ذي تو دي لو قادش تو امشى بحتو بتريون علمي والعلام
أمين. صوفيا وثيوفرس كومين كوم شافي كولان بسلوثو كونو ميكرو نتنو نيمار. نؤمن بإله واحد الآن بعد الكل خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء والدة الإله وصار إنسانا وصلب عوضا عنا في عهد بيلاطس البنطي تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما شاء وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات ذلك الذي ليس لملكه انقضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكل المنبثق من الآب ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في العالم الآتي آمين. إمنحنا الآن ربنا محبة وألفة أمنا كاملا لنحمدك ونسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين. شلوم الكل خون أمروح ودي لوخ نتل شلوم لحظوذي كل نوش القريب بنوش اختو قد استولو ايتو حوبيد موران والوهان من بوثار شلوم هنو قد شو الله يودي فيه توبق ذوم مريم رحمونو ريشن نركين ذومك موران والوها وباركنا جميعا ببركاتك غير الزائلة وهنا للعمل بمشيئتك ومشيئة ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين Drive away from us, O Lord, all foul thoughts through this sacrifice which we are offering unto you. Enlighten by it our souls and sanctify our bodies that we may offer you praise and thanksgiving and to your only begotten Son and to your Holy Spirit now, always and forever. Kom Shafir, kom Dechanto, kom Zachfuto, kom Zachyuto, kom Kadishuto, كم دهن كلنا على هبو وبهي منوتو دشرا نيت يدانا إيه زنده لا تعلوه بالنفورة هو دهن ثو كعديش لو دخدو مين سيما هور بداي خنان مكرو دكشينا وشلوما دبسا حيثو علوه أبو موري خور لوك كلان كارب رحمة وشلوما دبسا تا أبود الله أبو طيب ثو يدين دي حيثو يبرو شوتو فثو مغنون ثو دروحو قديشو
اتوي عم كل خونا حا اي العلمين لتكون عقولنا وافكارنا وقلوبنا في هذه الساعة مرتفعة إلى العلا حيث المسيح جالس عن يمين الله الآب لنمجد الرب بمخافة شريرة أهنا لنسبحك تسبيحا ثلاثيا مع ألوف ألوفين وربوات ربوات الملائكة النورانيين الواقفين أمامك وهم عن تسبيحك لا يكفون ونحن هاتفون وقائلون قادش
يا بلاشي حو قديشي ومار سابش تو منك الخون هنا ودم دحلو فيكون وحلو بساقية ماذا شد وماذا بشبقون وضحطوه والحياة الأولى ولما أودع رسل القديسين هذه الأسرار أوصى قائلا اصنعوا هذا لذكري حتى ملك الخلاصية ومجيئك الثاني الرهين الذي في يجازي كل إنسان كفعله نحن أيضا عبيدك الخطاة والضعفاء فيما نتقبل نعمتك ونقدم الشكر لرافتك من أجل كل نعمك وكموري بيدون هنا بروح قديش من رحمي لو يدش معي زيان وهف ومراهف شوريا لكارستيا هو ديسي موام قديش لا يسليا وابده هرثو هيتون قد كومين ومسلين سلاو شومو امان شينو كولان نيموريو لكي تكون
لجميع الذين يتناولون غفران لذنوبهم فيرثوا بها الحياة الأبدية فيرفعوا لك الحمد والثناء ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. ברוך מוי ארוסלם נתקשע אף מורה ולוחן בידונו נו רבו התחילו קדישו חלוף כולו נבוצו ומדברו נדילן הונו القيمين بريشا يومنا وبحيدتنا عيدو ثقادي شوثو دالو هدبا فنيون راين وان دبري قادي شم يقري فطر يركودي لان مورن مورن اطيوس دو افريم ترايون مورتيو دوروس ترايون وحسيو دي لان ابن خيمون باله عم شرق الكلون أفسقوا في أرثوذكسو سلوث شرة هويلان المريان اذكاشف قريلاي سو وامنح يا رب بيعتك المقدسة أمنا وسلاما ومدبريها شيخوخة صالحة وهادئة وأقم فيها رعاة يحكمون بكلمة الحق حكما عادلا لنحمدك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. بارك مور وأن نذكر أيضا تلك المستحقة التطويب التي تعظم شأنها قبل الدنيا بأسرها القديسة المجيدة والمباركة السامية الدابة وليتها الطوباوية مريم والدة الإله ونذكر مع أيضا الأنبياء والرسل المبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين والطوباوي مار يوحنا المعمدان الساعي الذي سبق مجيء ربه والقديس الجليل مار اسطيفانوس رأس الشماميسة وبكر الشهداء ورئيسي الرسل الساميين مار بطرس ومار بولس ونذكر جميع القديسين والقديسات معا فلتكن صلاتهم سورا لنا مريان اذ كاشف قريا لي واسترنا يا رب في اكناف قديسيك وانظمنا في رتبهم لكي معهم نرتل لك آيات الشكران ولابنك الوحيد وروحك القدوس
الآن وكل آوانين وإلى أبد الآبدين. Baruch Morgan. We commemorate all the faithful departed who from this holy sanctuary and from this church and from this place and from everywhere have departed, fallen asleep in true faith, and are at rest and have attained to God the Father, the Lord of all spirits and flesh. Let us beseech Christ our God, who has received their souls and spirits unto himself, that in his abundant mercies he may make them worthy of the forgiveness of sins, and may carry us in them to his heavenly kingdom. Let us cry out and say three times. حينما تنظر يا رب إلى الموتى المؤمنين بعين رحمتك اغفر ذنوبهم واصفح خطاياهم، لأن جسد ابنك الوحيد ودمه مودع في أعضائهم، وبين ترجى الحظوة بالرحمة واغفر خطايانا وخطاياهم. أنا حسب وشبك الله إشو ثو ديلان ديلان ايلان تحتينان قدو مي بس سبيونو ولو سبيونو بيداتو ويد بيداتو. لان والهون اشوى شلوم امشي حايا كاذو عيدات سخل وثو ديلان ودلهون اي كانوا دبهو ذي أخو دب كل هين نشتبح ونثقل أس ونثهدر شمودي لخم يا قرب خول عمد مراني شو عمشي حو ودروحو قديشا أشاب وابخو الزبان المين. كانوا دي ثاو إيثاو كتر دور دورين والكل هون دورد أولم المين أمين بارخ مور شلامال كل خون رحمة الله رب فاروق دلان يشوع مشيحا عم كل خونا حي علمي.
عيونك كشاف قر لسان قر لسان قر لسان إذا المراحم الغنية والتحنن من المسيح إلهنا طلبنا وإذ نحن طالبون عوض أنفسنا وأنفس آبائنا ورؤسائنا وإخوتنا ومعلمينا وعوض أنفس سائر موتانا المؤمنين نصعد التسابيح لله الأب الفريد ونقدم السجود لابنه الوحيد ونهتف بالدعاء للروح القدس الفارق لي المجيد يا من نحن بيديك نسلم كافة أيام حياتنا يا الله يا رحوم يا شفوق اصنع معنا رحمة وحنانا واشفق علينا أيها الصالح وارحمنا اللهم يا قابل الصلوات والمجيب للطلبات إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا إياها ابنك الوحيد القدوس هاتفين بقلب خاشع وقائلين أبونا اتبشمايو Oh.
الشرير ومن كل ما يخالفنا ومسك الإلهية وفور خطايانا وذنوبنا وعفو عن جميع الذين أخطأوا إلينا بينا وإن كان لنشكرك ونسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين آمين بارخ مور شلومو الكلخون وعمرو حديلوخ من قدوم سيبوث ودروزي هولين قديش والوهوية دث قراب طبق دوم مريم رحمونو ريشن نركين قدومك موران والوهان واستر يا رب شعبك وغنم رايتك المنتظرين تناولي جسد ابنك الوحيد ودمه واجزل بركاتك عليهم وقدس نفوسنا واجسادنا لنودياك الحمد والثناء وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين شلومو خول ميدم دموي ودومي نوي اسمت مريم بارا
من علم وذا من علمان مين أمين آمن أمين قربان بصلة وثان ذخار إنن لبعين ملفين وولن كذا حين وإن يلالغ ونعون بث ملكك شبح قوم اسمه هاليلويا لو يا ملك ثومين يمينو ومن قال اصبر يا ليسون تخرانون مريم نوال بركوثان واسطوثو اوتوي شورون شوثان بارا برو والروح قديشو بخ مارن يشو بصوت مريم زادي قغد قلو نفرا هاليلويا وخر زلنبن نشوا نفرون طب نثرابهم سيبوثو هاليلويا شبح لبو لبرو والروح قديشو كم وذام العلم والمين دخران اخمر يوحانون هركو والعلب الشهر صوم قالوس قري ليسون شبح لبو لبرو والروح قديشو من صدين الرعي والهم الكشف نهن ولو في سنحلو في مريو رحم علينا عدرا أفيس عمن قديش هو دعبت الصبيون نعبر باطننا أيها المسيح ربنا خالقنا بجاء أمك مريم ارحمنا من طغيان إبليس اعتقنا جنود الأشرار خالصنا نحن عبيدك كلنا في يديك نرجو
عبيدك البائسين القائمين أمام عظمتك في هذا الحين، وارسل يا رب من خزائن مراحمك شفاء للمرضى وعافية للمتوجعين وفرجا للمكروبين وإطلاق للأسرى وشبعا للجياع وعودة للبعيدين وهداية للضالين الألفة والاتفاق للمتخاصمين وغفرانا للخطاة وصفح عن ذنوب المذنبين وراحة ورضا بواسطة القديسة الطاهرة سيدة العالمين العذراء مريم والدة النور والخلاص لكل المؤمنين ووقارا وإكراما للشهداء والقديسين وراحة ونياحة لكل الموتى المسيحيين وأعط يا رب وامنح كل أحد ما ينفع ويصلح له من بحر جودك الطافح على كل من الصالحين والطالحين ومن أجل هذه العام والخيرات والإحسانات يسجد ويمجد اسمك القدوس المكرم والمعظم من الروحانيين والبشر أجمعين أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين عينينا في عصر العصر على المصائب والقاد صلي لقلب المنكسر يا جابرا يا مجبرا بسم الأب والابن وروح القدس إله الواحد آمين. صباح الخير عليكم جميعا. تحتفل كنيستنا المقدسة أو احتفلت في الأحد الماضي في أحد تقديس الكنيسة، وكما ذكرنا كان هو أول أحد في بداية السنة التقصية. تحتفل اليوم كنيستنا في أحد التجديد، وأحد التجديد هو كنيسة تذكرنا أنه نجدد عهدنا مع الرب
والكنيسة أيضا في أحد التجديد تحتفل بذكرى تأسيسها، كما سمعنا في الإنجيل اليوم. هاي الكنيسة اللي انسقت والروت من دم الرب الثمين، والرب يسوع اللي حبنا حب ما يوصف، ما له أي وصف، نحن البشر. ومن محبته الإلهية الغير موصوفة أعطانا شغلية جدا ثمينة لا تقدر بأي ثمن، لا تقدر بأي ملك، لا تقدر بالعالم كله. أعطانا سر القربان المقدس، جسده ودمه، لحتى نكون دائما ثابتين ونكون متجددين في حياتنا الروحية. فالتجديد هو شيء ضروري لكل إنسان، والتجديد هو استمرارية الحياة. كل الكائنات الحية كي تتجدد، شوف الشجر بالخريف تقع الأوراق تسقط، بالربيع ترجع تورد اللون الأخضر الحلو، ونقول يا ريت ما يجي الخريف ولا الصيف ويبقى بس الربيع. كذلك أيضا حياتنا نحن الروحية تحتاج دائما إلى تجديد، طبعا تجديد نحو الأحسن، لكي حتى نعيش مع الرب ونعيش في محبته. والتجديد يا أخوتي هو استمرارية العيش في توبة، والتوبة كثير مرات مفهومنا عن التوبة مرات يكون خطأ، ولكن التوبة ما هي فقط الابتعاد عن فعل الخطيئة وعملها، ولكن كما يفسرنا الكتاب المقدس للتوبة أعمال وأثمار، مثل ما يقول الرب يسوع في إنجيل متى: فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. يعني معناته التوبة عندها أثمار وأعمال. طيب إيش هي أعمال التوبة وأثمارها؟ أعمال التوبة يا أخوتي بالرب يسوع هي أعمال الرحمة والمحبة. آخر عمل هو التجديد، دائما أتجدد، أتجدد وأتغير لحتى أصل وأركض نحو القداسة والكمال والشراكة مع الرب يسوع. فمهما أشقد ما نجدد ونغير بشكلنا الخارجي، أشقد ما نعمل، أشقد ما نسوي، لكن إذا أنا كإنسان مسيحي ومؤمن وأؤمن بالرب يسوع، إذا ما أجدد ذهني وجدد فكري وجدد عقلي وجدد روحي يوميا، كل هالأمورات ما تنفعنا. يقول الرسول بولس: وتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في بر وقداسة الحق. وعندما لما تنحرف أرواحنا، تنحرف أذهاننا ويملأ قلبنا بالفساد، نحن ما عدنا غير الرب يسوع. ما عدنا غير الرب يسوع، هو اللي يجدد مسارنا، هو اللي يخلينا على خارطة الطريق الصحيح. بالتأكيد خلينا على خارطة الطريق الصحيح في الاستمرارية في التوبة والاعتراف. عندما نمارس سر الاعتراف يكون نحن، لما نمارسه باستمرارية يكون نحن يومياً أو أسبوعياً، ما حاجة كل يوم، أسبوعياً كي نعمل غسلية مرتبة للقلب، كي نجدده، كي نطهره. يوم أنا أقعد قدام الأبونا قدام الرب أقول له: أبونا هالشكل صار معي، هالشكل صار معي. هاي معناته يوم أنت كي تعترف بخطاياك،
معناته كي تغيد تتجدد وتغير دائما، معناته من كي تسقط كي تغيد تقوم، ما تغيد تبقى ساقط وقاعد مكانك. لذلك يقول النبي داود: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. بعدين ايش يكمل؟ وروحا مستقيما جدد في داخلي. فلذلك كل ما نقي قلبنا كل ما يجدد داخلنا. والقلب النقي هو القلب اللي ما يتلوث بالشر، هو القلب اللي ما يحتفظ بأي خطية ايش من كانت، من ايش قد ما هي تكون صغيري لا ايش قد ما تكون كبيري. والقلب النقي هو القلب السليم البسيط، هو القلب المليء بمحبة الرب يسوع والمليء أيضا بروح القدوس، والنفس أيضا تحتاج تجديد. نجددها عن طريق أنه ننملي بالروح القدس بالصلاة والمحبة الإلهية. وطبعا إذا دائما جددنا أذهاننا قلوبنا وأرواحنا فراح تظهر بينا طبيعة جديدة، وهذه الطبيعة الجديدة راح تكون السلوك بالروح، مثل ما قال الرسول بولس: وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. ورسالة الرب يسوع اليوم إلى كل واحد يريد يتغير ويريد يتجدد، الرب يسوع يقول لك: ومن الجافي خرجت حلاوة، ومن الجافي خرجت حلاوة. يا حبيبي أشقت فكرك مليء بالشر، أشقت قلبك ما هو نقي، أشقد أنت مليء بالخطايا، أشقد فكرك مليان بالأفكار السلبية، هاي الأفكار السلبية اللي تعيقنا عن التجديد، اللي تعيقنا أنه نصل للقداسة والكمال. وأشقد ما كي تشعر أنك مرفوض وغير مرحب بيك وما حد يغيدك وما حد يحبك. أنا أقول لك والرب يسوع يقول لك، رب يسوع يقول لك: أنا أحبك وأغيدك. لذلك فوت على مخدعك واركع قدامه، افتح يديك قل له: يا رب غيرني، سلمت نفسي إليك. قل له: يا رب غيرني، أنا ما كدعف أتغير، أنا ما كدعف أتجدد، ما كدعف أشون أنقي قلبي، يا رب أنت ساعدني لأنه أنا ما كدقل. ولا تدع الأفكار السلبية تسيطر على فكرك، لأنه بالأفكار السلبية هاي الأفكار تلهينا عن فكر الرب يسوع، تلهينا أن نفكر بيسوع. كثير مرات يجون بالأخص يقولون لأبونا: أبونا الله ما يحبني، الله كان خلى علي صليب وغا صليب وما كانت قشيل، الله ما يحبني وما يغيدني وكان شلب معاي، أشني قصته ما أعرف. يعني مرات يقولون أشكل شر البلية ما يضحك. طيب أشون الرب يسوع ما يحبك وما يغيدك؟ هو فدى دمه لأجلك. أشون الرب يسوع عمل جسدك هيكل لروح القدوس هو ما يحبك؟ أشون الرب يسوع فضلك أنت كإنسان على الملائكة القديسين أنه تشوفه وتلمسه وتاكله، أشون ما يحبك؟ على العكس رب يسوع حبك، لو ما يحبك ما كان الجسد جافد نفسه لأجلك، مثل ما قلته لو ما يحبك ما كانت يكشف إلك كإنسان سره جسده ودمه.
فلذلك رسالتي إليك، كون كبولس الرسول. كلتنا نعرف قصة بولس الرسول اللي اضطهد الكنيسة بظلم وافترى على شعب الله، ولكن من تغير وتجدد أصلا صار من أهم الكارزين بالإنجيل كلمته الحية، لدرجة أنه سمونه رسول الأمم، فات على مكانات باقي الرسل ما كان يقدرون يفوتون. رسول بولس فات وبشر وصار إنجيل محمول. فلا تقول ما أقدر أتغير، لا تقول أنا ما أقدر أتجدد، كون كيعقوب. يعقوب أخذ البركة بالحيلي، يعقوب دائما إيش كان يعمل أخونا عيسو كان يروح يأخذه، ولكن يعقوب من وقع إيش عمل؟ اتمسك بالرب، قال له ما أعوفك ما أتركك لما نتحل هالمشكلة، لدرجة الرب غير اسمه، عطاله اسم جديد من يعقوب، يعني اللي يتعقب، يتعقب الشغلية حتى يأخذها، غير عطاله اسم جديد إسرائيل. فلذلك إذا أنت تغيت تتجدد وعندك نية تتجدد، أشقد ما تكون مليان بالسواد، فوت على غرفتك واطلب من الرب يسوع، هو اللي يجددك، هو اللي يعطيك حياة جديدة، هو اللي يغيرك. لا تكون دائما وقعان، كل ما تقع قوم. الفرق بيننا وبين القديسين أشنو هو؟ قديسين هما زي كانوا خاطئين، ولكن الفرق الوحيد بيننا وبينهم إنه هما من وقعوا كان يقومون دايركت، ما كان يأجلوها، كان دايركت يقومون، كان دايركت يعترفون، كان دايركت يقدمون توبتهم لحتى لا يبقون واقعين، لأنه إذا بقينا واقعين راح يصيغ لنا سبات روحي عميق تأخذ معانا لسنين، لما يصير معنا مشكلة كبيرة 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 كبيرة. هذاك الوقت أش نقول؟ يا رب ليش؟ هذاك الوقت نجي نقعد عند ربنا ونقول له يا رب ساعدنا، ليش ننتظر؟ ليش ننتظر لما يصير عندنا مشكلة؟ ما يصير أقول يوميا يا رب ساعدني، يا رب احميني، يا رب اعطيني القوة، إلا لازم أتذكر ربنا، إلا يوم يكون عندي مشكلة وأنا واقع وما أقدر أشيل الحمل. فلذلك دع الرب يسوع يغيرك، خلي الرب يسوع يجددك، افتح قلبك للرب يسوع، قل له يا رب تعال فوت، تعال فوت، هذا باب قلبي مفتوح لك، غيرني وجددني ونقيني واغسل قلبي. الرب يسوع يقول لك في الأخير أنا معك وما أتركك ولا تخاف، ولكن خليني أعمل في حياتك لحتى تتغير. آمين. ليباركم الرب يسوع بكل بركاته ويعطيكم من نعمه، ويجعلنا كلنا من المتجددين الدائمين والعاملين في جد، ونكون مجاهدين في الجهاد الروحي بقوة لحتى نحظى بالملكوت والحياة الأبدية. آمين. بشفاعة أمنا الحبيبة العذراء مريم وحبيبنا الشيخ متي وكل القديسين. آمين. إخوتي الأحباء، نقيم اليوم بعد الانتهاء من صلاة الاعتراف صلاة الجناس وصلاة السنة للمأسوف عن روحه المرحوم سمير شيد فتح الله حاوى، وتقدم التعازي ولقمة الرحوة على روحه في قاعة الكنيسة الكبيرة، ونصلي أيضا صلاة الأربعين عن روح المرحومة سميرة فندقلي، وتقدم الحلويات والمعجنات عن روحها في قاعة الكنيسة الصغيرة، وصلاة السنة
عن روح المرحومين أنور الياس متي وزوجته أميرة إبراهيم خليل، وتقدم الحلويات في الكنيسة عن روحه، الله يرحمهم. نقدم أيضا التعازي باسمي وباسم المجلس الملي وكل اللجان وشعب الكنيسة إلى عوائل المرحومين. قلكم الله يرحمهم ويعطيكم الصحة والعافية ويطول بعمركم. رفعنا الذبيحة الإلهية اليوم عن روح أنفس المرحومين، المرحوم سمير شيت حاوة، والمرحوم شيت فتح الله حاوة، والمرحومة ميري بيثون، والمرحوم يونان شيرو وزوجته سعيد أمراض وابنتهم ازدهار شيرو، والمرحوم والمتنيح الراهب عبد المسيح شيرو، والمرحوم منير شمعون حداد بمناسبة الذكرى السنوية على رقاده، وعن راحة أنفس والديه شمعون حداد وحنا بولس وشقيقته منى وجميع أمواتهم، وقد تبرع ذويه مبلغ من المال للكنيسة، الله يرحمهم ويقبل تقديماتكم. وذكرنا أيضا على مذبح الرب المرحوم بهنام شلالي ووسيم شلالي وإبراهيم شدة ومنى شدة وجميع أمواتهم آل شدة وآل شلالي، والمرحوم فايز عروس والمرحوم منير آل تشونة، والمرحوم فايق طايز وزوجته المرحومة زكية رزوقي، وأبنهم المرحوم رايق طايز وجميع أمواتهم. قدمنا السهران اليوم على نية شفاء أحد المؤمنين، وعلى نية شفاء المؤمن سعد عقراوي، وعلى نية شفاء إحدى المؤمنات. الله يشفيهم. نورت الكنيسة اليوم على نية أناهيد وأولادها وأخوها عامر وزوجته. نورت الكنيسة على نية أحد العوائل المؤمنة، وأيضا على نية أحد العوائل المؤمنة أو إحدى المؤمنات. الرب يتقبل تنويراتكم وتبرعاتكم ويعطيكم من خيراته. هنقف نصلي صلاة الاعتراف. اعترف بالله الآب ضابط الكون. واعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة فينيقية وقسطنطينية وإفسس على رجاء الكهنوت الشريف المسلم. راضيا بالموت أحرى من أن أقبل الخطيئة، فأسألك بسلطان الكهنوت المقدس لكم دقيقة أتأملوا في خطاياكم. May God have mercy upon you, my brothers and sisters, and guide you to your internal life. بواسطة سلطان الكهنوت المقدس الذي سلمه ربنا يسوع المسيح إلى رسل القديسين، ومنهم وصل جيل بعد جيل إلي أنا العبد الضعيف، بذلك السلطان أحلكم أيها الأبناء الروحيون من جميع الخطايا التي اعترفتم بها سرا وأنتم نادمون عليها وقاصدون لا ترجعون إليها أبدا، ليتقبل الله توبتكم مثل ما تقبل توبة مريم الخاطئة ولص اليمين وجميع التائبين. آمين. تداكون وتتقدشون بشمو دابو ودبرو ودروحو قاديشو حايد العلم علمين. شحول أبو لبرو وروحو قاديشو في
في منازل الأبرار ومساكن الصديقين وبصحبة هؤلاء الذين اخترتهم منذ البدء. امنح يا رب جزيل مراحمك راحة لعبيدك سمير والمرحومة سميرة والمرحوم أنور والمرحومة أميرة الذين انتقلوا إليك حيثما يتمتع القديسون ومعهم وبينهم يقدم لك التسبيح والشكر أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. أقدم راحم أبو عالم نايو هاليلويا برنو شوخ أميرو يوما هاليلويا شبحو لابو لابرو والروح قديشو عبدك دشخب عصبرو خل تخلون دحنون وقولو خحيو ريو من قبر الغوفر ديسو سطوم القلس قليلس ملكم نحمونو بشبح دو نحمن رومو ما حميثي وانقيم له بير قوي من شويو يتعاني ذي من جو وقابر مسح الشبح لقنا حمي ذي بارو شبح لابو لبرو والروح قديشو هوقولو ذي مرمورا بس برثي خلدو خلفا شوتي ذي حيو لو أرفيو بشيون مطلو ثيثر الكني الثامن موتوني حين أموريو راحم علينا عبديك نحبين أثكين برضا بأمرك وضعتنا في هذا العالم وبسبب معصيتنا حكمت علينا بالموت ولا نقدم لك الصلوات والطلبات عوض نفسي عبيدك سمير والمرحومة سميرة والمرحوم أنور والمرحومة أميرة الذين رقدوا على رجائك بالإيمان الحق اغفر لهم بمنك واكرمهم بمساكن الراحة وعند القيامة إنك نسبحك مع قديسين أيها المسيح رجاء نفوسنا ونشكرك وأباك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. كنا مع بعض نصلي الصلاة الربانية على راحة أنفس الموتى المؤمنين اللي صليناه اليوم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الأبدين. الله يرحمه عذباح يا ربنا أنا وإخوتنا مرشدين فاقموا يا رب عن يمينك يوم ظهور جلالك
يزيقني ما حبوب رو والروح حي قديشو من عالم والدردورين اللي تشبحتو هاليلويا من مدف حكم حسيون ونحور وسوي العبد يكبر له ديت فرقون الواتي ذي دي ثميت ونحومان ودو تدغسا أهل العلمين شوت مور يا الله يمينوخ ولو متحزيوني ثو باريخو الكشون سوغو ذاي دان قبلي المسافر ودمخ يا قيرو وسوي تحبي وشقون وضحطوهي والجالي وثافي داخدو ميك مورا والوها أهل العلمين نهون رحمة وضعه ربه فروقه ديلان يشو أمشيحه على طين قدش ولين وعن يوبيهون وعن سوبيهون على كل من دلو يشتوت أف مشتوت في نبون رحمة وضعه نهون وعليهم بترهون علمي والعلم علمي مرنيتي وبترافني
بها. قبلنا طيب ثغد الوثان اثرى حملين. يا رب اننا نشكر محبتك للبشر ساجدين، فقونا جميعا وعنا واضدنا وثبتنا، واغفر لنا وارحنا لتنعمنا بهذه المائدة الروحانية، فنهتف بحمدك وتسبيحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الان وكل اوان والى ابد الابدين. امين بارخ مور شلوم الكل خوف. And with your spirit, after receiving these divine and holy mysteries that have been given, let us bow our heads to before the merciful Lord, before you, our Lord and our God. أيها المسيح الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء وصار لنا طعاما لا يفنى، احفظ نفوسنا وأجسادنا من جهنم التي لا تطفى والدود الذي لا يبلى، لنسبحك وأباك وروحك القدوس الآن وكل أوانين وإلى أبد الأبدين. أنا أمدحك والدة الإله أم المعين، لكان شفاعتك في كل حين دنا الرحيم. اذهبوا بسلام زيلون بشلوم وأحايو حبيبات.